أكدت مصادر مقربة بأن المدرب السابق لاتحاد الحراش بوعلم شارف يكون قد رفض عرضا للعمل مع المنتخب الوطني، ويأتي هذا بعد تلقيه وعدا بالإشراف على العارضة الفنية لاتحاد العاصمة مباشرة بعد مباراة الوداد البيضاوي في نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا. وبحسب ذات المصدر فإن رفض شارف له أسباب أخرى على غرار رفضه العمل مع رباح سعدان على مستوى الإدارة الفنية الوطنية للفاف.